معانا مداخلة هناخد رأي الأزهر. معانا الدكتور عبد الفتاح لا العواري عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر، ناخد رأي برضو حد من الأزهر. موافقين؟ أنا والله أنا شخصيا هو عارف رأيي فيه. أهلا وسهلا دكتور عبد الفتاح العواري. احنا الاتنين مش متفقين في حاجة أبدا. معلش. مرحبا مرحبا. الاختلاف لا يفسد للود بين لا الناس مفيش قضية. لا مفيش أنا حللتها الود كده. الود والاحترام موجود طبعا. معلش. مرحبا أختي الفاضلة ومرحبا للضيوف الكرام. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا دكتور عبد الفتاح. حضرتك احنا معانا رأيين وتفسيرين للآية، أو نقول تفكير وتدبر من الأستاذ أحمد عبد ماهر في الآية رقم 3 من سورة النساء. ممكن تسمعها منه وتعلق. طيب؟ اتفضل يا فندم. اتفضل يا أستاذ أحمد. كنت عايز أسأل فضيلتك، ما هي علاقة قول المولى عز وجل في أول الآية رقم 3 من سورة النساء: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، بموضوع يتامى النساء، بموضوع يتامى النساء وبموضوع التعدد؟ أخي الكريم، تفضل يا فندم. قضية تعليق الشرط في قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا يتعلق كما سمعت قبل هذا السؤال من ورود سبب النزول أن اليتيمة التي كانت تحت أمر وليها كما سمعت ولا أطيل في هذا الأمر أراد الله تبارك وتعالى إنصافها حتى لا تكون هذه اليتيمة مهضومة ألو؟ بيتكلم في الفلوس برضو. ألو؟ سيادته بيتكلم في فلوس برضو. ممكن أنا بقى أوضح نقطة ألو؟ صغيرة؟ الخط قطع؟ ممكن أوضح نقطة صغيرة؟ اتفضل على بال ما نطلب الدكتور عبد الفتاح. الحمد لله بيؤيد رأيي. أيوه أيوه بيؤيد رأيي. سيادتك صبرا يا محمد. فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. ما معنى خفتم ألا تقسطوا؟ لا أنت هتسألني تاني. لا 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 واحدة واحدة قول لي ما أعرفش وخلاص. فإن خفتم ألا تقسطوا يعني مثلا إيه؟ لو خفت تدخل البيت ده أدخل بيت واثنين وثلاثة وأربعة. إزاي تيجي عقلا؟ اشرحها لي. يعني ايه ادخل بيت فان خفتم الا تقسطوا فان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. النساء اللي هو قال ايه؟ النساء ان ام واحده يتيمه واحد، ام واحده يتيمه ثاني اثنين، ام واحده يتيمه ثالث ثلاثه، ام واحده يتيمه رابعه يبقى اربعه. فان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا اربعه. ازاي؟ ازاي؟ اقول لك ازاي. حضرتك دلوقتي في ايدك ايتام ترعاهم، مسؤوليه ولا مش مسؤوليه؟ مسؤوليه. هذه المسؤوليه تخيفك ان انت لا تؤديها على وجهها الاكمل ولا ما تخيفكش؟ لو خفتني ازاي بقى انا اتجوز اربعه؟ يا فندم فان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. لا هو السؤال ممكن يكون هو ايه علاقة الخوف بالمسؤولية من اني اتزوج امهم؟ لا هي هيتجوز اربعه، الواحد خايف من واحده هيروح يتجوز اربعه. ان رعاية اليتيم تقتضي الدخول في اي وقت، تقتضي التلاصق، تقتضي ان انا اخرج معاه، تقتضي ان اقعد معاه العصريه والظهريه والمغربيه. طيب احنا رجعنا تاني دكتور عبد الفتاح. ده سؤالي على فكره واعيده تاني لحظه بعد ما نخلص بس. دكتور عبد الفتاح اهلا وسهلا مره تانيه معانا، اتفضل حضرتك. أهلاً. كمل. اهلا وسهلا مرحبا. اهلا يا دكتور اتفضل. فقضيه ترتب جواب الشرط على مراعاة العدل في اليتيمات وعدم ظلمهن من أجل المال أو الجمال في الرغبة فيهن، وعند عدم وجود المال وفرة المال أو قلة الجمال يكون تلك اليتيمة مرغوبا عنها، وجه الله تبارك وتعالى الأولياء أن يتزوجوا من غير اليتيمات اللاتي لم يبلغن سن الزواج، وأن تكون أنظارهم متوجهة إلى من طابت وصلحت لهذا الأمر حتى تعطى صداقها وتأخذ حقوقها كاملة كما أراد الله تبارك وتعالى. لكن الآية لم تترك الأمور فوضى كما سمعنا من الأخ العزيز الذي أنا كثيرا يعني ما أختلف معه، أحيانا أنصحه وأحيانا ينصحني وأحيانا يقبل النصيحة وأحيانا لا يقبل،
واختلاف الرأي لا يذهب للود قضية عموما. أقبلك كلك يا دكتور وانت فحضني من جوه. شكرا شكرا. لكن القضية يا أخي الكريم، الإذن في قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء هذا أمر، والأمر هنا للإباحة وليس للوجوب. ولو كان الأمر للوجوب أخي الكريم لأثم كل من لم يعدد. طبعا طبعا. إنما الأمر فيه للإباحة، والإباحة عند الأصوليين مأذون في فعله مأذون في تركه. وإذا كان الأمر في الآية للإباحة فالله تبارك وتعالى قيد الأمر المباح بأمر واجب. هذا الوجوب الذي يجب أن يراعى حتى لا يقع المعدد في الظلم وعدم وجود القدرة على تحقيق العدل عند تعدده للزوجات. فقال الله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أي الزموا واحدة. العلماء يقولون إذا ورد المباح مقيدا بقيد فمراعاة القيد واجبة. إذا الآية التي شرعت التعدد الأمر فيها للإباحة، والمباح أتى مقيدا بقيد يفيد الوجوب. فالله رب العالمين الذي شرع لنا التعدد ما شرعه هكذا بدون ضوابط، إنما وضع له الضوابط الحافظة لحقوق تلك المرأة سواء الأولى أو الثانية، والتي تحافظ على الرجل حتى لا يضيع في الدنيا بسبب تضييعه للحقوق ولا يقع تحت. معلش يا دكتور أنا هقطع حضرتك علشان ما نعديش الحتة دي، بس يا دكتور عبد الفتاح، هل من ضمن الضوابط اللي قال عليها أستاذ أحمد فانكحوا أم اليتامى فقط؟ لا 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 لا، من قال هذا؟ لا سيدتي، ده التدبر والتفكير بتاع أستاذ أحمد. مع احترامي لتدبره، إلا أن هذا التدبر لا تؤيده قوانين اللغة ولا قواعد الأصول. وليس المقصود في الإذن هنا يا أستاذ أحمد الإذن بزواج أم اليتيمة. من قال هذا من العلماء؟ هذا تدبر مع احترامي لصاحبه، إلا أنه لا ينهض أن يكون تأويلا أو تفسيرا مستقيما مع الآية. طيب دكتور عبد الفتاح تسمح لنا أن الأستاذ أحمد يرد عليك بوجهة نظره؟ نعم اتفضل 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 يا أستاذ أحمد.